مهما قلت ومهما كلمت ما أستطيع أوفي هذه المرأة حقا من الكلام، وشهادتي مجروحة فيها. أنا أتعلم عند خالتي زهرة من 5 سنين أو أقل، وفي هذا الشهر حفظت جزء عامة وجزء من سورة البقرة. أحب خالتي زهرة ودائما أجي معها، لأنها ما تعاملنا كأطفال، تعاملنا كأن أبناء لها، وعززت شخصيتنا، وكانت تحثنا على أن نساعد أمهاتنا في البيت ونتعلم كيف تساعد الجميع. من هنا من عند أم الجبل لما لاحظت عند الأمهات الجهل وهذا، ونزلت وفي راسي 100 فكرة كيف ممكن أساعد هذا الناس. كحل مبدئي بديت أطلع وحدي لمدة 2 سنين كاملات، وأعلم الأمهات القراءة والكتابة وقراءة القرآن والصلاة. سويت المشروع في البيت عشان أنفق على حال هذا المدارس، مشروع طبخ، وبديت أطبخ ل400 شخص، ل300 شخص، ل500 شخص، حتى أساس أنها غطت التكاليف. بإمكانها الأم تكون أم لبيتها وأولادها، وبإمكانها تكون أم لفكرة تنفع المجتمع وتخدم الناس وتضحي. إذا جلسنا نقول إن عندنا شغل ومشغولين ونتحجج بالشغل ونتحجج بالوقت وعدم الفراغ، هذا ما شيء، يعني هذا حجة واهية عند بعض الناس. أنا لما أقسم وقتي، أنا عندي شغل وعندي بيت وعندي أولاد، لكن يوم أقسم وقتي وأتحكم في وقتي أسوي كل شيء، وأقدر أسوي واجب. خاصة المرأة، مرأة عندها الحنان وعندها كل شيء، عندها الصبر وعندها كل حاجة، واجب تتحمل. بإمكان تبذل بخدمة مجتمعها وبخدمة الناس وبخدمة الوطن. يوم تشوف في عيون الأطفال البراءة، تشوف في عيونهم يعني حب، إنه وعندهم حب ودافع إنه يتعلموا، هذا يشجعك، وهذا أمر إنساني أول شيء. وإن شاء الله تعالى أعيش وأشوف هذلك الأطفال كلهم في منصات التخرج في الجامعة إن شاء الله، بإذن الله تعالى رب يعيشني إن شاء الله، وأشوف ذاك اليوم.